تعالوا بقى نروح لمواهب النادي الأهلي المختلفة. الأهلي بيواصل البحث عن المواهب المختلفة في محافظات مصر، في اختبارات ناشئين النادي الأهلي زي ما حضراتكم شايفين كده على الشاشة. بدأت يوم الاثنين الماضي في محافظات الجمهورية بعد ما خلصت في بداية الأسبوع في القاهرة. بدأت يوم تسعة، بدأ بالضبط لمدة 9 أيام على ملعب الأكاديمية بالنادي الأهلي بفرع مدينة نصر، وتقام اختبارات الأهلي الناشئين بالمحافظات على ملاعب أكاديمية الأهلي في المحافظات المختلفة، وتنطلق من 7 صباحا بجميع الملاعب. طبعا مجهود كبير جدا من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي، محافظات كتير هيروحوها، راحوا محافظة الشرقية واليومين دول كده في محافظة الغربية في مركز شباب زفتة، وعاملين مجهود كبير جدا في عملية البحث، ولسه هيروحوا محافظات تانية زي السويس يوم 9، وهيروحوا كمان بعد كده الإسكندرية يوم 12. المجهود اللي بيتعمل عشان تطلع وتفرز لعيبة تصلح للعب في النادي الأهلي مش سهل، وفي خبير في الموضوع ده، يعني في واحد من خبراء اكتشاف المواهب داخل النادي الأهلي. يمكن أنا اتعاملت معاه بشكل شخصي وشفت هو بيدقق في تفاصيل رهيبة. الراجل ده غير كمان ان هو بيختار اللعيبة اللي تبقى مؤهلة انها تلعب في النادي، هو بيحافظ على جودة مهاراتهم. كابتن بدر رجب واحد من خبراء القطاع الفني في الناشئين عموما، ولو ركزت في 70-80% من لعيبة الدوري المصري هتلاقي اكتشاف بدر رجب. اهلا بيك كابتن بدر رجب معانا في 7 دي سبورت. حبيبي يا كابتن عبد الرحمن، ازيك يا حبيبي؟ أخبارك؟ الحمد لله بخير يا كابتن. طمنا الاول على صحتك واخبارك يا كابتن. والله انا في نعمه وفضل من الله، الحمد لله احسن كتير، الحمد لله والشكر لله يا رب دايما. طيب في البدايه، فكره ان الاهلي يروح للمواهب دي مش فكره جديده، وانت كنت بتعملها من زمان قوي، ان احنا نروح للمحافظات ونجيب اللعيبه من المحافظات، ودايما كان بيتقال انت اللي تروح للمحافظات وتنقي المواهب من هناك، وفي ناس ما بتقدرش تيجي النادي فاحنا نروح لهم. لكن الفتره دي بتتم بشكل مختلف وبنظام جديد، قول لنا كده الفكره وطلع شكلها عامل ازاي السنتين اللي فاتوا، السنه دي والسنه اللي فاتت. هو العنوان بتاع الاختبارات اصلا عندنا الفتره اللي فاتت، انت عارف احنا كان عندنا القطاع في لازم يبقى فيه يمد الفريق الاول باللعيبه من القطاع الفريق الاول، وده وضع طبيعي جدا اي قطاع في الدنيا معمول عشان يمد الفريق الاول بلاعبين من القطاع. ده نمره واحد. هي مرحله البحث والتنقيب عن الذهب بالظبط يا عبد الرحمن. بالظبط. مرحله البحث والتنقيب عن الذهب، الذهب ده اللي هو اللعيب الموهوب واللي ما حدش بياخد باله منه، يعني في لعيبه كده ساعات بتنقب عليها وتدور عليها حتى اثناء التقسيمه اللي بيعملوها والاختبار، فتره الاختبار ممكن ما حدش يشوفه. دي بتبقى محتاجه خبرات عمليه، وعمليه يعني محتاجه منك مجهود كبير جدا في التركيز في فكر اللاعب في تحركاته، وحتى لو ما جاتلوش الكوره فممكن تاخده بعد كده يطلع لعيب كويس، وحضرتك كتير جدا مع لعيبه في العهد السابق يعني. فالامور بالنسبه لنا واضحه جدا، احنا لينا مبدا بنتكلم فيه، وده تعليمات من لجنه الكوره على راسهم طبعا كابتننا العظيم الكابتن محمود الخطيب، ان احنا ننقي مواهب تفيد الكره المصريه وتفيد النادي الاهلي. طيب كابتن، عايز اعرف منك كده، اولياء الامور دايما ليهم اسئله، انا ابني بيروح وابني بيتمرن وابني بيعمل، لكن العين الخبيره بتشوف حاجات مختلفه. اديني المقياس يا كابتن اللي بيتم اختيار اللاعب اللي ده مؤهل او غير مؤهل ان هو يخش قطاع الناشئين بالنادي الاهلي. هي بالنسبه لاولياء الامور طبعا كل واحد شايف ابنه احسن لعيب في العالم، وده وضع طبيعي جدا، ادانا غالي واحنا حافظين كده كويس، وإذا ما اتخذش يبقى الناس دي بتاخد بالواسطة، وإذا ما اتخذش يبقى الناس دي ما شافتش، وإذا ما اتخذش يبقى المدربين ما بيتكلموا مع بعض ما شافوش. الكلام ده غير موجود في النادي الأهلي، لأن المدرب خارج من القاهرة للأقاليم عشان يجيب لعيب كورة، فاستحالة هيبقى ما عندوش تركيز، لازم بيركز إن هو رايح لمهمة معينة، هو عارف رايح يعمل إيه. ده نمرة واحد. المعايير والمقاييس بتختلف حسب المرحلة السنية. يعني في السن الصغير مثلا اللي هو 2019 هديك مثال، الاولاد دول لسه بيتعاملوا مع الكوره، فبنختار على السنسبول. الناس فاكره ان انا بختار من التقسيمه، لا، وهو بيشتغل مع الكوره في الاول وبيتعامل مع الكوره انا عيني عليه. يعني هو بيتعامل مع الكوره في الاول، بنعمل تمرين ولا اثنين كده، الولد يشتغل بالكوره، اقول لهم ده كويس ده كويس ده كويس ده لا ده لا ده لا، وبالتالي في التقسيمه بنعمل التقسيمه بيطلع اللي انا قلته بالظبط،
او زمايلي بيسندوني برايي يعني ان فعلا العيال دي كويسه. القصه ان كل المعايير والمقاييس متوفره وموجوده ومعروفه، واهمها مثلا في اللعيب اللي هو مثلا من 2008 2009 2010 2011 2012 السرعه. السرعه، سرعه الانتقال، سرعه الاداء، سرعه رد الفعل، كل دي حاجات عناصر بنختار عليها. مش ان انت جبت جول، مش ان انت واقف جنب الجول كل الكره بتجي لك شوطه كده جول. دي شكوى طبعا جماعيه، انا ابني جاب جول ما اتاخدش ليه؟ ممكن يكون جاب جول بتوفيق لكن ما فيهوش المواصفات. ما فيش المواصفات طبعا، ما فيهوش الموهبه. يعني مثلا شاطر سن الجزمه مثلا المفروض تتفكر ببطن الرجل، فهو الوالد او الوالده شايفاه انه جاب جول فده بالنسبه له لازم نختاره. لا القصه مش كده خالص. انا ممكن اختار ولد واقف في مكانه مظبوط وتحركاته واعيه ولمس الكره قليل جدا، فيقول لك ده اتاخد بالواسطه. لا ما اتاخدش بالواسطه، هو اتاخد بفكره، اتاخد بموهبته، اتاخد بالتالنت اللي عنده. فالمعايير مختلفه جدا بالنسبه للمدرب، تختلف اختلاف كل وجزء بالنسبه لولي الامر. طيب النهارده كان في الغربيه في اختبارات، هيطمنا الاول على سير الاختبارات في الغربيه كان عامل ازاي، وقول لي كده الايجابي بتاع ان احنا نروح المحافظات ونختار منها المواهب غير اللي جولنا القاهره يعني، او غير الناس اللي اختبرت في القاهره. انت عارف الامور صعبه جدا بالنسبه للمعيشه، يعني في ناس ما بتقدرش تيجي القاهره طبعا، ظروف اقتصاديه والحاجات دي مأثره على الشغل اكيد طبعا. فقصه ان انت تروح للولد بيته دي حاجه كويسه جدا بيعملها النادي الاهلي من زمان، واحنا مكملين في نفس الخط. ليه؟ لان في لعيبه ما تقدرش تجي لك بتبقى في البيت مكسور، وفي لعيبه كمان ما بتجيلكش ما عندهاش ثقه ان النادي الاهلي ياخدها. معقول انا هلعب في النادي الاهلي؟ انا بقول لهم من خلالك يا عبد الرحمن، ثق في ربنا، ثم في مجهودك وموهبتك، وثق في العدل المطلق بامر الله في النادي الاهلي، اختيارات النادي الاهلي، ان انت ممكن تبقى لعيب في النادي الاهلي. ما تقلقش وما تخافش، احنا الشعار بتاع الاختبارات بتاعنا من زمان من ساعه ما جيت انا قلت العدل اساس الملك، ان هيبقى في عدل في كل الاختيارات. لان احنا بنروح البلد يا عبد الرحمن ما نعرفش حد فيها طبعا، ولو انت رايح كمان فيها. الجو حر وبتروح من 7 الصبح يعني، بتحركوا مننا من بعد الفجر تقريبا، فاكيد مش رايح عشان ما تاخدش لعيبه مميزه يعني. يعني احنا من الساعه 5 احنا في الشارع، قيس سكه السفر، وبعد كده بنرسل الملعب، بعد كده بنعمل الاختبارات للاولاد. فمش معقول انت مش رايح عشان ما تبصش على حد، والا كنت عملتها في القاهره وخلاص كله يجي لك. فده الفرق بين انت تعمل في القاهره وان انت تروح للولد لغايه بيته. انا بس من خلالك يا عبد الرحمن عايز الناس تثق في انها تبقى موجوده في النادي الاهلي. مش عايزك تقلق وتخاف. معقوله في لعيب يبقى موهوب يقول لك معقوله هياخدوني؟ انا مش رايح. انا بقول لك تعالى وما تخافش. تعالى وانت في ايد امينه ان شاء الله. دي رساله مهمه جدا يا كابتن بدر طبعا. طبعا تعالى وما تقلقش. وتعالى هنشوفك مره واثنين وثلاثه. انا في لعيب بيجي يقول لي انا ولي الامر ما حدش شاف ابني، بنزله الملعب ثاني وببص عليه مره واثنين وثلاثه لغايه ما هو اقتنع اصلا ان هو مثلا لا لازم يشتغل ولازم يزود نفسه. بعد كده اما اخش الاختبار انا داخل، انا داخل احارب، لازم ابقى في قمه استعدادي، انا داخل اختبر لازم اذاكر قبل ما اروح. هي دي رسالة مهمة جدا من كابتن بدر رجب اللي هو أكبر سمعة في مصر في اكتشاف المواهب، اللي هو 90% من لعيبة الدوري المصري على أدية طالعين. فأظن الكلام اللي قاله كابتن بدر رجب دلوقتي لما يقول لك اطمن وتعالى الاختبارات وهتتشاف كويس، دي حاجة ما فيهاش نقاش يعني. يبقى هتروح الأهلي وأنت مطمن، وولي الأمر يبقى مطمن على ابنه وهو رايح الأهلي فعلا يعني. أكيد طيب. يا عبد الرحمن أكيد أكيد. أنت عارف يا عبد الرحمن إنك تكتشف موهبة دي بس طبعا دي صعبه جدا 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 جدا. يعني هي الخبرات العلميه مش قد كده قويه جدا في الانتقاء بالنسبه للمعايير والخصائص بتاع الطفل الصغير. مش صعب جدا، لازم تبقى عندك خبرات كبيره جدا، عندك تحس الولد ده ممكن يجي منه، لو اتدرب ممكن يوصل للحته الفلانيه، ممكن يوصل لمنتخب مصر، ممكن يحترف بره. يعني لو انت كنت فاكر يا رحمه انت موجود كنا بنقول مثلا فلان ده ممكن يلعب في اوروبا. فاكر يا كابتن؟ فاكر. وكان دايما احسن لاعب في الدوره بيبقى من النادي الاهلي. انا فاكر التفاصيل دي، كان النمسا وكان هولندا. والكلام ده موجود، انا مش عايز الناس تقلق يا عبد الرحمن وما تخافوش. تعالوا
وان شاء الله هم في، احنا الاعداد الحمد لله مهوله بالنسبه للاختبارات، لكن انا بناشد الناس اللي خايفه تيجي او ما عندهاش ثقه انها تتاخد. صدقني احنا بنعمل ضميرنا كويس قوي، بنعمل ربنا سبحانه وتعالى في اختياراتنا، وفي نفس الوقت احنا بشر، خد بالك ممكن نخطا، ممكن نغلط، ممكن نصيب، ممكن لعيب يفلت مننا، ده طبيعي جدا خد بالك. لكن ابنك مش مقصود ان هو مثلا او في تعمد او تعاند وانا ما اتاخدش. واضحه يا كابتن، طبعا واضحه والرساله وصلت جدا. والحقيقه انا بشكرك جدا يا كابتن بدر رجب على الامور اللي وضحتها وعلى سعه صدرك معانا والتوضيحات المهمه جدا اللي طمنت الناس دي وشجعت الناس انها تروح تختبر وتطمن ان الموضوع فير جدا، يعني لان احنا لسه رايحين السويس ورايحين اسكندريه، تشجيع من خبير في اكتشاف المواهب في مصر. كابتن بدر رجب بشكرك طبعا يا كابتن بدر على تواجدك معانا طبعا يا كابتن.